مشاهدينا بنرحب بيكم حلقه جديده وسر المهنه. موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم فيه عن بدائل الحفر اليدوي والالي. يمكن مع المتعارف عليه ان الحفر اليدوي والالي دائما بيصنع منه القايمه، ولكن هناك العديد من البدائل، منها استخدام منشار الاركت وايضا استخدام ماكينات الليزر. هنتكلم عنها بشكل فيه استفاضه اكثر عن القايمه وعن البدائل الخاصه بالحفر وكمان اليدوي وكمان الحفر الالي، مع ضيفنا اللي مشرفنا استاذ محمد حسن الانور، موجه اول مجال صناعي بمحافظه الشرقيه. اهلا بيك يا فندم معانا. اهلا بحضرتك. انا عايز اعرف الطلبه اللي بيتابعونا او المشاهدين، يعني ايه قايمه؟ القايمه هي عباره عن زخارف خشبيه بارزه على الخشب. تمام. طب ممكن نشوف شكل القايمه اللي ده موجوده معانا؟ بعض منها تمام. تبقى عباره عن مسطح خشبي وفيها اجزاء بارزه. الاجزاء البارزه دي ممكن تكون زخارف بقى فرعونيه، زخارف هندسيه، زخارف نباتيه، زخارف اسلاميه، اي زخارف من النوعيات اللي احنا بنختارها. وايه الشكل لا التاني؟ ده بالنسبه للشكل التاني، ده معمول بمكنه السي ان سي. طب قبل ما ننتقل لاستخدام ماكينات القايمه دي، معموله بايه اللي قدامنا اللي احنا استعرضناها دي معموله دلوقتي؟ بمكنه سي ان سي وممكن تتعمل يدوي. يعني دي مكنه اليه بالحفر اليدوي او الالي؟ سي ان، ممكن اعملها بالاثنين وممكن اعمل نفس بتبان لو الاجزاء. كانت يدوي او الي، يعني طبيعي دي معموله الي زي طبعا، ما حضرتك قلت. دي معموله الي، بتبان قوي 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 من الشين معانا بتاعها. يدوي لا اليدوي مش معانا، معانا قايمه ما يدوي. مش معانا قايمه يدوي، بس معانا لوحه يدويه من منتجات الطلبه، دي كلها بتبقى قطعه خشب. بتبقى بنفس يعني القايمة لو عملناها بتدينا نفس الشكل ده بس نوعيه الخشب اللي انا بشتغل طبعا. بيها هي اللي بتديني، مختلفة. لان الخشب ده ام دي اف، ده مصنع من الورق، اللي هي الكتله دي مصنعه من الورق، تمام. فبتبقى سهله على الطالب ان هو يشتغل بيها، غير الخشب الزان او الخشب السويد ان هو يشتغل بيه. وطبعا ادوات الحفر معانا بتبقى الات، بتبقى ازميل وحاجات زي كده بنشتغل تمام. بيها. المنتجات اللي بتشكل عن طريق الحفر اليدوي والآلي غير القايمة، ولا هي القايمة فقط؟ لا القايمه بس، القايمة بس اللي القايمه بتتعمل عن طريق الحفر اليدوي او الآلي. يعني ممكن لو انا عايز اعمل مثلا فرنطونه بتاع الدولاب بتتعمل بحفر يدوي او الي سيان، ممكن اعملها بيها، بس بتبقى المنتج الافضل اللي بيتعمل في القايمه بتاعت الدولاب. مثلا فرنطوطه بتاعت الدولاب لما بتبقى تخينه لازم اعملها يدوي. طب رأي حضرتك ايه ان شغل القايمة بيكون غالي في السعر وكمان بيكون قليل؟ يعني ايه قليل؟ يعني مفيش اقبال عليه قوي عشان سعره اللي هو الغالي، ما هو سعره غالي على اساس ان هو حفر يدوي، بيبقى صنايعي شغال حتى فيه. لو كان آلي بيكون غالي برضو. ممكن يكون غالي لان المكنه اساسا غاليه، فالحاجات دي كلها بتعلي سعر الخامه. طب الادوات المستخدمة في الحفر الآلي هي عن طريق ماكينة ماكينة اليدوي؟ السي ان سي اللي هي هي الآلي، ماكينة بس أعتقد ماكينة إنها سي ان سي مكلفة المكنة دي. مكلفة فعلا، اللي هي عبارة عن تسجة كبيرة، صحيح. ترابيزة كبيرة خالص معانا، وفي نفس الوقت بيبقى ليها شنيور راكب، بيبقى فيه بونط راكبة معينة بتمشي حسب البرنامج اللي أنا بديها عليه، زي البرنت بالظبط. برنامج بشتغله زي الفوتوشوب مثلا بعمله، بعد ما بعمل المنتج بتاعي بعمل التصميم، بقول برنت، يروح رايح على المكنه، بيبدا الراس بتاعت الشنيور دي بتبدا تشتغل تحفر حسب التصميم اللي موجود عندي. تمام. والبونطه اللي بتشتغل فيها بتبقى بونطه واسعه، ما بتبقاش بونطه ضيقه، على اساس انها بتشتغل معايا، بتدي مساحات واسعه. بتستغرق قد ايه من الوقت؟ ممكن لو منتج زي ده كده ممكن ياخد 5 دقائق ده عن طريق الماكينة، عن طريق الماكينه، لكن في اليدوي لا لكن في طبعا. اليدوي ممكن ياخد 3 ساعات 4 ساعات. تمام. طب انا شايفة معانا اكتر من لوحة، دي بدائل حفر يدوي وآلي يعني مثلا ولا ده؟ انا عندي مثلا اللوحه وايه دي، البدائل؟ انا مع حضرتك تمام. بالنسبه للوحه دي، اللوحه دي معموله حفر يدوي. نقول خطواتها. خطواتها التصميم في البدايه، بعد ما اتعمل التصميم اللي هو التصميم الصقر للطاير ده والاهرامات اللي موجوده والجزئيه بتاعت السحابه اللي موجوده دي، بدا الطالب ان هو يشتغل فيها، يحددها بحاجه اسمها بريمو. البريمو ده عباره عن ازميل رفيع خالص عامل زي المقوار كده، بيبدا يحدد بيه. بعد ما بيحدد بيبدا ياخد الشكل اللي هو بتاع الارضيه، بيغطسه بال3 مللي بتوعه حسب سمك الابلكاش بقى اللي معايا، او كان الابلكاش او كان الفايبر سمكه عالي شويه 16 مللي. ببدا اغوط، ببدا اخد المساحه دي كلها ارضيه، وابدا اخد المساحه اللي فوق اللي هي بتاعت الشكل الاساسي،
باخده بارز. ممكن البديل بتاع ده ممكن اعمله اركت زي كده. لو انا هقطع حتة اركت بنفس الشكل ده كده، انا ممكن ارسم دي برضو، وممكن اخد ده كله يعني ده خشب الاف الام دي اف. الام دي اف، اه تمام. اما ده الاثنين قبل كاش، الاختين قبل كاش، اما ده قبل كاش سي. الخطوات ايه؟ الخطوات بتاعته ان ده اتقطع الاول، اترسم، اتعمل التصميم في البداية، تمام. وبعد ما اتعمل التصميم اتقطع كله بمنشار الاركت، وبعد ما اتقطع بالمنشار الاركت بدأنا ان احنا نثبت الاجزاء طب كلها. هنا يعني ده كله منشار اركت، الشكل كل الخارجي ده ده شكل منشار اركت، والداخلي والداخلي برضه بعد رسم على اللوحة، بعد رسم على اللوحة بقطعه. وبتبدأ معايا زي عملية التقطيع اللي عملتها لنا في حلقات قبل كده، تقطيع بالمنشار وبخرج بالمنشار برضو الاركت، الزوائد ممكن الاستفادة منها. بتتخرج بنفس الشكل ده كده، وبعد كده بتبقى ابلكاش بنفس السمك. بعد ما بتبقى بالشكل ده ببدأ اثبتها على الابلكاش. ممكن اثبت دي على دولاب، على درفة من الدولاب، على درفة من النيش، على درفة من البوفيه، على درفة من بنسوار، على اي منتج عندي في البيت ممكن الزقها عليه. وبتبقى ليها مثلا بطلع منتجين وبلزق واحدة يمين واحدة شمال عشان تبقى فيها عملية سيمترية. التقطيع دي عن بالمنشار طريق الماكينة فهي دي يعني معمولة عن طريق الماكينة ففيها دقة شوية. صحيح، اه دي كلها معمولة، فعلا بشكل دقيق، دي معمولة بمكنة والمقاييس الليزر، بتاعتها دي معمولة بمكنة ليزر، ليزر ضوء بيقطع الخشب السمك بتاعه. بياخد وقت برضه وهو بيشتغل، ممكن دي تاخد ساعة في الماكينة. بس أما لازم لو يكون اللي بيستخدم الماكينة دي يكون حد متدرب عليها. طبعا طبعا أكيد طبعا أكيد. تمام. طب انا عايزة اعرف الالوان بقى، يعني احنا قلنا الآية القرآنية ملونة بلون يعني الحروف لونها أخضر مع الأسود، ده بتدهم بإيه؟ باقي دي الخطوات يعني؟ بعملها بتتعمل بألوان مية، وبعد كده بتاخد ورنيش معاها عشان اللي هو تلمع اللي بلمعة. بيديها اللمعة اللي الفيرنيه بتديها الأخير ده، اللمعة ده الورنيش. تمام. وبتترك تنشف بقى فترة طويلة. بتجف طبعا في زمن ساعة ساعتين حسب نوع الورنيش اللي بشتغل بيه. دي بقى البدائل الخاصة دي بالقيمة. البدائل الخالصة بالقيمة. وفي عندي حتة تانية برضو هنا كده، الجزئية دي معمولة طبقة اتنين تلاتة أربعة، أربع طبقات. لو أنا حبيت إن أنا أعملهم بالحفر هتديني، هحفر الثلاث طبقات مع بعض دول على أساس أطلع بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. لكن دي اتعملت بالأركت مرة اتنين تلاتة واتلزقت، ده بديل حفر. تمام. دي ممكن تبقى معمولة، لزقنا هنا بإيه؟ لزقنا بالغيرة الأبيض الشفاف. ليه ما استخدمناش الجيلاتين؟ ما لأن ينفعش في لا البديل؟ ينفع، ينفع وكل حاجة، بس الجيلاتينة إن مستو انه بينشف بسرعه. واحنا هنا مش عايزين ال انا مش عايز جفاف بسرعه على اساس ممكن احركها يمين شمال، فالحركه بتاعتها مع الغيره الجيلاتينه وهو بينشف بسرعه مش هيخليني، مش هيديني حريه. وبعدين كمان في نفس الوقت بثبت كل جزئيه. انا مثلا عملت الجزئيه الاولانيه خالص، بروح مثبتها من الظهر اللوحه بالدباسه. وبعد ما بدبسها بالدباسه طبعا بالغيره بدبسها الاول، وبعد كده ببدا الثانيه الاثنين حتتين مع بعض بدبسهم مع بعضيهم وببدا ألزقهم. بعد ما بيخلص خالص المنتج ببدأ أصنفره كويس، وبياخد مني مجهود جدا جامد في الصنفرة. نفس بالنسبة الخطوات بتاعت الآية القرآنية اللي احنا لسه شرحناها نفس دلوقتي، العملية، بس أنا وأنا بشتغل مع بالمنشار اختلاف طبعا الألوان آه واختلاف الأدوات، دي واحدة ألوان طبيعية، دي ألوان ألوان كلها. خشب طبيعية. يعني أنا بستخدم مثلا خشب الكوري مع خشب السي، وبعدين بقلب تاني مع خشب الفايبر، وبعد كده خشب السي في الآخر خالص. لما باجي اشتغل بالمنشار انا عاده لما بيجي اشتغل بالمنشار بشتغل بزاويه قايمه. دايما المنشار معايا وانا بشتغل بزاويه قايمه في اي منتج. لكن لو هعمل بدائل حفر لازم اشتغل بزاويه مايله. الزاويه المايله دي بتديني ميول في الشغل، الميول تمام. ده بيقول ان ده حفر. زي بالظبط المنتج الاولاني خالص ده الميول بتاعه ده مديني حفر، بحيث ان انا بعمله زي نظام القالب. والنظام القالب معايا على اساس ان انا لما اجي لو جيت اعمل منتج زي ده سيليكون ولو جيت صبيت عليه يطلع معايا بسرعه. تمام. لكن لو انا عملته خط مستقيم زي كده، ده معمول خط مستقيم، لو جيت عملت له قالب سيليكون ما يطلعش. طب هي بجودة وبدقة كبيرة جدا. لو حبينا نعمل مقارنة ما بين الأسعار في الأبلكاش وفي القيمة اللي هي بدائل الحفر اليدوي الآلي، الفرق ما بينهم إيه؟ الابلكاش بياخد مجهود شويه، لان لما باجي اشتغل في الابلكاش واجي اعمل بديل حفر بيبقى فيه دقه شويه، بس بيريحني عن الحفر. لكن الحفر ممكن تطلع حته عاليه، ممكن تطلع حته منخفضه كده.
في نفس الوقت احنا عندنا الحفر، في حفر بارز اللي هو ريليف، وفي حفر غير اللي هو الكرمانديل. تمام، الحفر البارز ده ممكن كله اعمله بالابلكاش، اللي قدامنا ده بارز. اللي قدامنا ده كله بارز، ممكن ان انا اعمل نفس الشغل ده كله بالابلكاش. ممكن اقطع الوحده دي كده، الوحده اللي هي الورده الصغيره دي ممكن اطلعها بالابلكاش واركبها، ممكن اطلع الجزئيات دي كلها بالابلكاش واركبها، طالما انا عندي الحفر كله مستوى واحد والبارز كله مستوى واحد، تمام. يبقى ممكن ان انا انفذه بالابلكاش عادي، وده بديل. ونفس نظام الآية القرآنية دي، نفس نفس نظام النظام، الايه القرانيه وممكن تبقى بديل القيم. وتبقى بديل للقيم. تمام. احنا معانا كمان اكتر من لوحة هنستعرضها على الشاشة دلوقتي، بس حابة اعرف بقى، دي بدائل حفر آلي ويدوي ولا لا، دي حفر حفر يدوي آلي بس، كلها يدوي؟ كلها يدوي. هنتكلم بقى على خطواتها وخدت وقت قد ايه. اتفضل يعني نبدأ ببسم الله ما شاء الله، نشوف. يعني عندنا اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي اللوحة اللي تحت، اللي هي دي حفر غائر وبارز مع بعض. تمام. الأولانية دي حفر بارز، ده المنتج بتاعها اللي طلع في جنبها على طول، اللي هي اللوحة اللي جنبها. الاتنين دولي، ده القلب وده الغائر والبارز بتاعه. تمام. كيف في حتة تانية، التاني ده حفر غائر، ده حفر بارز. اللي فوق دي حضرتك دي ولا غالب إلا الله، دي برضو كلها حفر، يعتبر حفر بارز بس معمولة برضو بطريقة منشار الأركت. وطريقة اختيار الألوان دي طلبة؟ دايما بنشرهم، نعمل يمين نعمل شمال بنفس المنظر كده. الألوان دي ايه؟ لأن اللوحة دي بتبقى باسم طلبة، مجموعة مثلا، مجموعة فصل مثلا، أولى أول، ده تانية أول، ده تالتة أول، بنفس المنظر ده. تمام. اللوحة اللي بعدها، اللي هي في عندي بسم الله ما شاء الله، ده حفر غائر، البارز بتاعه اتعمل في لوحة تانية. وفي فرق ما بين الغائر والبارز، باين واضح كمان. يعني الغائر بيبقى غائر، بيبقى ده البديل بتاع الشغل اللي معانا، البديل يعني اللي هو القلب التاني. تمام. في معانا لوحات كمان ولا اللي هي لونها ازرق دي، ايه بقى دي، حفر ايه؟ ده حضرتك حفر بارز. حفر بارز. ودي بتاخد وقت من الطلبة؟ زمن الحصة، زمن الحصة، احنا اللوحة دايما الواحدة زمن الحصة. بنجتهد ان احنا نعمل اللوحة الواحدة تصميم يبقى زمن، لان الطالب بيختار، ممكن بيعمل اكتر من لوحة. احنا عندنا مثلا حوالي 10 طلبة في المجموعة بتاعة الفصل، بيبدأ نقول لكل طالب مثلا اعمل لنا شغل، نبدأ نعمل تصميم النهاردة، هنعمل مثلا بلوحة بال مثلا انواع الخطوط، عند انواع الخطوط في الخط الديواني، في الفارسي، في الكوفي، في الهندسي، فبيبدأ الطالب يشتغل بيه. تمام. بالنسبة لرواجها في السوق أو الإقبال عليها، في إقبال برضو حسب على البدائل اللي هي بتوفر لنا ماديات لا، ووقت؟ البدائل كتير قوي، كتير قوي بياخدوها، اللي هي المنتجات اللي زي كده لأن هي أرخص في السعر طبعا بكتير. وأسرع. يعني مثلا عند حضرتك المنتج ده 8 و10 جنيه، ده 8 و15 جنيه، ده ابلكاش وده خشب. لما انا اخد حاجه زي كده ابلكاش وتشغلني، ممكن بدل ما اخد حته واحده اخد حتتين، لكن ده ممكن اخد حته واحده بس مش هقدر اكمل بيه، لان ده تمام. يعتبر ده خشب زان، لكن ده خشب ابلكاش. طبعا في التقنيه نفسها، طبعا وانا القايمة مكلفة زي ما حضرتك قلت لما طبعا بتكون يدوي أو يدوي، آلي، يدوي او آلي، واليدوي اصعب من الآلي لكن البدائل حلت محل موضوع بكتير القايمة بكتير. وفعلا يعني ادت شكل رائع في جمالي. المنتجات. البدائل دي بقى بنستخدمها زي ما قلنا في لوحات تم عرضها في برنامجنا، بتستخدم في ايه تاني؟ هو عندي حضرتك يمكن قلت اكتر من شكل ممكن اعمل فيه بيه، البوفيهات اللي هي على الدولاب مثلا، الواجهة بتاعتنا، الواجهة بتاعتنا في عندك الواجهات فقط. هل الواجهات. ممكن يداري ديفوهات لو موجوده في حاجه مثلا، زي ما انا بعيد تدوير حاجه موجوده في البيت وعايزه اداري ديفو معين فيها؟ يعني مثلا لو عندي مثلا ضلف الدولاب فيها قصة في النص ممكن اشتغل بيها، ممكن اداريها بحاجة زي كده. يعني مثلا في فتحة حصلت في الدولاب، مثلا عايز أغير مثلا مكان فتحة أكرة الباب، أكرة الدولاب نفسه، يعني مثلا عايز أغيرها، جبتها بدل ما أجيبها يمين جبتها شمال، جبتها في أي مكان تاني، أو غيرت حاجة فيه، أو في حاجة حصلت في قلب الدولاب ممكن أغيرها، زي بالظبط السكوتش اللي بحطه على أي قماش اتقطع عندي، دي تمام. ممكن الوانها تبقى ايه؟ هي ألوانها خشب طبيعي.
كلها الوان خشب الوانها طبيعي، خشب هي يا طبيعي. الابلكاش ال سي، يا اما عندي اللي هي التانية بتبقى من الخشب الزان او الخشب السويد. لكن بالنسبة للألوان دي احنا اللي بنعملها زي ما اه حضرتك قلت الالوان بالألوان زي ما انا عايز، المية. زي ما انا عايز تبقى تمام. صبغات، صبغات لونية ببدأ اشتغل بيها، بصبغ الخشبة حسب اللون اللي انا عايزه. المدرسة مجهزة بماكينات لتدريب الطلبة زي الماكينات الـ CNC لا طبعا، والحركة ذكرتها، لا طبعا، أمال الطلبة بتتدرب على ايه؟ بتتدرب على المنشار الاركت وبتتدرب على لكن الشغل مفيش أي الحفار عادي. ماكينات. لا مفيش ماكينات آلية خالص غير في المدرسة الصناعية تمام. الفنية، طيب الفنية احنا معانا فيديو بيعرض عمل القايمة عن طريق ماكينات الـ CNC، هل ممكن تعلق لنا عليه؟ اه دي مكنة سي ان سي بالفعل اهي شغالة، وده الشنيور الراس، الشنيور اللي راكبة وراكب فيها البنطة، بيبدأ دي شكل الماكينة عموما. دي شكل الماكينة عموما، بتبقى تسجة كبيرة وبيحط فيها، بيحط قطعة الخشب، وده تصميم عن طريق الكمبيوتر، وبيبدأ ان هو يرسله للمكنة، بتبدأ ان هي تشتغل. ده كله حفر بارز وغائر. تمام. كمان حتة صغيرة كمان دي ممكن تكون الماكينة دي حجمها ضرفة كبير، منشار. يعني واضح ان حجمها كبير وبتستوعب قطع خشبية كبيرة. اه بتاخد لوح ابلكاش كامل 2 متر 40 في 120. طب الاشكال اللي بيتم عملها على الماكينة دي، ده بيكون طباعة مثلا وانا بنشكله على الماكينة، ولا بيكون ازاي؟ ده الخطوات ايه لو ابتدينا من الاول؟ خطواته بيبدأ برنامج، في برنامج معين زي برنامج الفوتوشوب كده بيبدأ يشتغل عليه. تمام. وبيبعت للمكنة، المكنة يعني انا بجيب متعرفة عليه الرسمة اللي هعملها سواء كنت طبعها او جايباها من أي على النت، رسمة، وابتدي انفذها على وبحولها الماكينة. في البرنامج عشان تشتغل مع المكنة. هنا الماكينة ممكن تديني ايه او أي شكل، اي شكل انا عايزاه، أي شكل أنا عايزه. ده حتى البرز وبيبان بتاعها جميل طبعا ان جدا. هو حاجة قيمة. و أه طبعا طبعا، تمام. دي بتتعمل المكنة، زمن المكنة هتعمل شغل زي ده ممكن تعمله في ساعة، لكن لو واحد هيشتغله اللي هو الإيماج اللي هو الحرفي هيشتغله ممكن ياخد فيه اسبوع شغل، ممكن ياخد فيه ايام، اسبوع اسبوع. اه شغل زي كده ياخد فيه ايده طبعا اسبوع، هو لكن هنا ممكن شغل المكنه يدوي تاخد. هنا شغل الماكينه، بس يمكن حضرتك قلت الماكينه ادق. الماكينه ادق لكن اه سعرها غالي عادي. فمش اه متوفره في لا كل المدارس لا وفي لا لا كل لا الاماكن، لا لكن هي في المصانع وفي الشركات موجوده، موجوده. موجوده كتير. تمام. الطالب بقى بيتعلم البدائل الحفر الآلي واليدوي في المدرسه، اه بيتعلمه عن طريق خطوات ولا عن طريق بيتعلمه ازاي؟ خطوات بيبدأ الأول في تجهيز التصميم، بعد كده بيبدأ في هو اللي تجهيز. بيجيب التصاميم، ولا اه طبعا يعني التصميمات دي احنا بيجيبها من مجرد على ان احنا النت، اه ولا طبقا للكتاب المدرسي هي في لا كتاب تصميمات المدرسة، معينة؟ كتاب المدرسة ما فيهوش تصميمات، مجرد كتاب المدرسة فيه يا دوبك حاجات خفيفة خالص كده، آه تعريف، وبنبدأ بعد كده نبحث بقى، نجيب تصميمات من هنا ومن هنا ومن هنا، من على النت طبعا بنجيبها. الطالب ممكن يبدأ لوحده تصميم بدماغه، اللي هو الطالب الموهوب يبدأ يكتب كتابات. في عندنا طالب خطاط بيكتب خطه كويس، رسمه كويس، بيبدأ يكتب الحاجة أو يعملها كويس، وبنبدأ نشتغل بيها عن طريق بقى المنشار الأركيد بيشتغل، عن طريق الأدوات التانية اللي هي الأزاميل المعينة اللي بتشتغل بيها. تمام. مجموعة من الطلبة بيقوموا بعمل مثلا حاجة بيكلفوا بيها، بياخدوا وقت قد ايه؟ حضرتك قلت في زمن الحصة لازم اخلص لوحة معينة، ما هو لو لوحة اللوحة صغيرة، دي بتبقى بتخص طالب ولا لا المجموعة كلها، المجموعة لا كلها؟ المجموعة كلها، لو لوحة مثلا زي كده ممكن تاخد زمن الحصة. مجموعة زي كده ممكن تاخد بالفينش بتاعها الفينش بتاعها من غير الدهان، يعني نقف على الدهان، الفينش بتاعها بيقف على الصنفرة، يعني بعد ما بيخلص خالص بيبدأ يصنفر. لكن بالنسبة ان هو بقى ايه هيعمل حاجة كبيرة، هيعمل مثلا حاجة زي كده، دي كده لو هيبدأ يعملها بيبدأ الأول يوم تصميم، حصة تصميم، الحصة تمام. اللي بعدها يجهز الخامات بتاعته ويجهز الأدوات اللي اشتغل بيها، وبعد كده الحصة اللي بعديها، يعني ممكن ياخد في زمن دي كده على بال ما بتنتهي خالص بالتشطيب بتاعها بالألوان كده شهر كامل. والشهر ده الطالب بيجيني 4 مرات في النص تمام. في الشهر. حضرتك بتتابعه او اي معلم خاص بيه؟ المعلم طبعا بيتابعه وانا بتابع المعلم وبتابع الطالب في نفس الوقت. الادوات المستخدمة بقى غير منشار الاركت، الدباسة دي بتستخدم ايضا الدباسة بتستخدم على اساس ان انا بثبت بيها من الخلف، والغيرة معانا خامة بانواعه، الغيرة بانواعه. اه بانواعه، الغيرة ان كان غير حيواني او غير نباتي. تمام.
وفي حاجة تانية من الأدوات لابد إنها تكون موجودة في المدرسة، الصنفرة وهل كمان الطالب اللي موجودة؟ بيجيب الأدوات دي لا ولا المدرسة لا، بتوفرها؟ المدرسة بتوفرها عن طريق السلفة اللي بتبعتها للإدارة والوزارة طبعا كمان لكن الطالب ما بيكلفش إن يجيب. حسب هوايته. لو هو طالب حابب ان هو يجيب معاه، بيجيب معاه على اساس ان هو بياخد المنتج ليه هو. لكن ممكن يجيب الرسمة أو يعمل برينتر لرسمة معينة هي امر معجب بيها طبيعي، وعايز امر يعملها، طبيعي، امر طبيعي، ولو حابب يعمل لان الشكل في ده. عندنا مثلا في التعليم في عندنا حاجه اسمها العصف الذهني والحوار والمناقشه. العصف الذهني لما مثلا بقول انا هعمل النهارده منتج حفر، طب هنعمل ايه يا استاذ؟ هنعمل مثلا حاجه عن الخط العربي. بيبدا كل طالب يكتب لوحده خط عربي. تمام. الخط العربي ده اسم الحته اللي انا المنطقه دي بقول عليها عصف ذهني، ان دي مشكله وكل طالب بيحاول يحلها عن طريق بقى المنتج اللي بيطلعه، الحاجه اللي بيعملها. بنختار افضل خط اتعمل او افضل حاجه اتعملت وبنبدا كلنا ننفذ فيها ان تمام. كان الطالب او المعلم. ايه تاني اشكال ممكن يكلف بيها الطالب ويعملها داخل المدرسة؟ هي كلها عبارة عن لوحات ولا ممكن يقوم بإنتاج حاجات اكبر لا لانها ممكن بيعمل تصلح كمشروع فيما بعد؟ بيعمل منتجات طبعا، بيعمل ممكن يعمل ترابيزه ويكسيها، او ممكن بيعمل مثلا بوفيه صغير، حاجه زي فيها درج صغير، مرايه، بنسوار كده، على اساس ان هو يحط فيها مثلا ايه، بنشتغل فيها الاركيت ده بيتحط فيها، او بديل القيمه بيتحط فيها. تمام. أستاذ محمد، المدرسة بتدخل معارض أو مسابقات ده اكيد، ده اكيد كل الشغل ده بيخش معارض. ده قبل ما نتكلم عن نعم المسابقات والمعارض مع مدارس نعم أخرى، في معانا ده شغل القيمة اللي طلع. ده برضو على ماكينة الـ CNC. نعم نعم تمام. طب اشرح لنا ده، دي رسمة، دي قيمة فيها دي شغل رسم، كتير. دي رسمة بنسوار، دي رسمة بنسوار بتاع تسريحة، ده فراغ تسريحة، ودي الرسمة بتاعتها اللي فوق خالص اللي هي طب يعني تاج الخطوة العلوي الأولى بتاعها. الأول بيكون في حفر ده ويعني بيصمم في الأول خالص التصميم، وبعد كده بيبدأ يحطها على ماكينة CNC، تمام. وبعد كده بتبدأ تشتغل كلها. الأشياء البارزة دي الماكينة اللي بتعملها. دي الماكينة كلها بتعملها، ودي ممكن كمان يعني ممكن لو هنعمل لها بدائل تبقى قطع أبلكاش متركبة كلها فوق بعضيها لو هنعملها هو ده بدائل. كونسول يعني المفروض. كونسول مراية. تمام تمام كده. ده لونه الطبيعي، ده لون الخشب لونه الطبيعي الطبيعي. قبل ده نوع الدهانات. الخشب ايه؟ ولا الماكينة دي ده اي نوع من الاخشاب؟ اي خشب بيخش فيها. اي نوع الزان طبعا خشب هو اقواها طبعا. بيفضل ايه للماكينة الزان، CNC؟ الزان، الزان. الخشب الزان بتشتغل فيه زي الفل. وعند حضرتك كمان دي في بعد ممكن تشكيل تشتغل القائمة. كمان في خشب اللي هو البديل الخشب اللي هو الام دي اف تمام. اللي هو المصنع. بعد تشكيل القائمة اللي احنا شايفينها دي، تاني خطوة ايه؟ تاني خطوة بقى التجهيز بتاعها، بقى بتركب على المشغولة بتاعتها ويبدأ الدهانات بتاعتها الدهانات بألوان ايه بقى ولا حسب الذوق؟ حسب والألوان ذوق. دي نوعها ايه؟ دي كلها ممكن تبقى لاكيه، ممكن يبقى أسطر، ممكن تبقى معتمة، ممكن تبقى فواتح زي الفواتح دي كده. يعني دي شايفة. بلون الخشب الطبيعي بعملها، دي معمولة يا دوبك صبغات خفيفة خالص وباخد لون الخشب الطبيعي غير ما أنا بلونها. دي معتمة مش عارفين نوع الخشب اللي فيها ايه، ده خشب أبلكاش وتلزق على بعضه وتلون بعد كده، لكن وده خشب أبلكاش ومتلونش، اتعمل بطبيعته بلونه تمام. الطبيعي. بالنسبة بقى للطلبة، بعد عمل أكثر من منتج بيبقى في تنافس ما بينهم وما بين مدارس أخرى، بيبقى في معارض، هل بيتم البيع في المعارض دي أو بيتم حصول الطالب ده والله مثلا على مركز ما في المسابقة؟ بالظبط كده. يعني مثلا الطلبة اللي بتشترك معانا في المعارض بنبدأ نديها شهادات تقدير، وممكن كمان يطلع لها شيكات من الوزارة حسب المنتج نفسه اللي طلع. ولو المنتج بتاعها اتباع بيبقى ليه جزء من هنا وليه جزء من المدرسة. بالنسبة للطالب أو مجموعة من الطلبة، هل بيفكروا يعملوا الموضوع ده كمشروع تجاري وبيرجعوا لكم إن أنتوا تساعدوهم؟ في بالفعل في طلبة عملت مشروع زي كده كده، اشتركوا كلهم مع بعض حوالي 5 أفراد مع كل واحد أهاليهم. بكام مثلا عشان يقدروا؟ طبعا مش هقول هيجيبوا ماكينة CNC لأن هم هي فعلا ماكينة جابوها، غالية، جابوها. جابوها أهاليهم، جابوا كارد من البنك وجابوا المكنة فعلا، تمام مكنة ب100,000 جنيه تمام وجابوها، وكان المكان موجود وبدأوا يشتغلوا وبدأوا ينزلوا السوق وطرحوا شغل كتير ده من خلال مادة المجال الصناعي. من خلال مادة المجال الصناعي وحبهم للمادة نفسها. يعني انا لو حابة شكل معين كقيمة معينة ممكن بوديها وبتتعمل لي عن طريق الماكينة، عن طريق الماكينة ممكن مدى يبقى جودتها؟ جميلة جدا.
جودتها عالية جدا. وهي يعني هنا يعني احنا ممكن بنقول عن طريق حضرتك، الماكينة مش حاجات يدوي. لا ده ممكن يتعمل بيها الوش الباب بتاع الشقة، وش بيبان اوض، تمام. الوش الباب نفسه بيتعمل بالماكينة، ممكن يتعمل بالماكينة دي على اساس ان هو بيتعمل بسمك ضعيف جدا. الباب نفسه ولا القايمة فقط اللي على الباب؟ القايمة اللي على الباب مش الباب نفسه، الباب نفسه بيبقى خشب تقيل صحيح. خلاص، لكن الرسمة الخارجية بتاعته انا ممكن بدل ما اعملها خشب بارز، لا بعمل حتة خشبة زي كده، زي كده عندي السمك بتاعها ضعيف وببدأ اشتغل بيها، بتتعمل بالشكل ده كده عن طريق المكنة CNC، وبتتفرد عليها الباب كله. الدولاب نفس الطريقة، القايمة اللي فوق الدولاب دي ممكن القايمة اللي تتعمل فوق بالمكنة بالماكينة. طبعا طبعا. وشوش المطابخ السرير كمان ممكن يتعمل والسرير، له قايمة. الوش بتاع السرير طبعا اكيد. المطابخ ازاي يدخل فيها ال الباب نفسه، الدرفة بتاعة المطبخ بيتعمل فيها اللي هي الخشب مش الألمونيوم، اللي هو الدرفة الخشب بيتعمل بالمكنة على CNC. القايمة بشكل عام بيبقى تنظيفها صعب قوي، هي على أساس فيها فيها شغل وبتبقى الغائر فيها والبارز. بالظبط كده. كيفية تنظيفها والحفاظ عليها لفترة طويلة؟ هو هل بالبلور، بتلمع كل فترة ولا؟ طبعا هو المفروض ان انا بالبلور اللي هو الهواء بنضف بيها، وبعد ما لكن بنضف بفرشة ما صغيرة جيبش ممكن حق ما, اعملها. بي ما فيش حد متخصص يقدر يعني الأفضل يعمل الحاجات لا دي، لا 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 يعني ممكن ممكن في سيدة البيت، المنزل سيدة تعمل المنزل الكلام ده. تعملها بالبلور لو عندها بلور، او بفرشة زي فرشة السنان ممكن تمام. لو في حاجة دقيقة جدا بتتنظف طبعا بسريعا لأن نظف. وفي عندنا سبراي بيجي، تمام سبراي بيلمع كل بلمع ده. بيها تاني بدل ما ادهن بالورنيش او بدهن بفرشة، لا بتبقى سبراي مجرد ان انا برشها بترجع رونقها تاني زي ما كانت. تمام. هل في يعني اشكال تانية داخل المدرسة ابهرتك او افكار طلبة وبدأتوا في تنفيذها في الوقت الحالي واحنا في بداية عام دراسي جديد؟ هو لسه طبعا لسه بداية العام الدراسي الجديد، لسه ما بدأناش في شغل كتير لسه. لسه. لكن في مكلفين بعمل اشياء طبعا معينة طبعا طبعا زي في مشروع عندنا اللي هو المشروع القشرة مع مع الاركت، تجميل الاثنين في بعض، بنلزق القشرة مع الابلكاش وبنبدأ نقطعه برضه، بيدينا شغل بدل ما نلونه بدل ما نصبغه، بيبقى هو التصبيغ حته واحده من تمام. القشرة، من الالوان القشرة الطبيعية نفسها. تمام. أستاذ محمد حسن الأنور، مواجه أول مجال صناعي بمحافظة الشرقية، شرفتنا ونورتنا. شكرا لك يا فندم. شكرا شكرا يا لك. فندم، شكرا لك. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا من سر المهنة، لسه معانا أسرار كتير لمهن كتير والمجالات مختلفة، دايما تابعونا وسر المهنة.